ملفنا الثالث مشاهدين، عقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي لقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى رصد التحديات واحتياجات القطاع بشكل عام. القطاع الخاص يشهد للمرة الأولى ارتفاع عدد السعوديين المنضمين إلى سوق العمل إلى نسبة تعد الأكبر في تاريخ المملكة. هذا ما أكده وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي خلال لقائه بأعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة، اللقاء الذي يهدف إلى رصد التحديات والاحتياجات بشكل عام وتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا. وبين الراجحي أن مبادرة توثيق العقود أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت وعمالها وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث بلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونياً أكثر من 3,600,000 عقد عمل. من جانب آخر، أصدرت وزارة الموارد البشرية من خلال منصة العمل الحر أكثر من 770 وثيقة عمل حر، فيما بلغ عدد ممارسي العمل الحر أكثر من 500,000 عامل حر مسجل في المنصة. أتيح لهم حق الوصول إلى خدمات متعددة، منها التمويل والدعم المالي والتدريب والحسابات البنكية التجارية الموثقة، إضافة إلى وسائل الدفع الرقمية لتحصيل أتعابهم ومستحقاتهم والتسجيل في التأمينات الاجتماعية. هذا وكانت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية قد بيّنت أنها تفاعلت بشكل سريع مع أزمة كورونا من خلال دعم الوظائف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى دعم المصانع لتوسيع خطوط إنتاجها بشكل سريع جدا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وأرحب بضيفي هنا في الأستوديو عميد كلية الاقتصاد في جامعة الإمام دكتور محمد مكني. أهلا بك. كيف أسهمت السعودية أو تحملت جزءا كبيرا من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص أثناء جائحة كورونا، وكيف جنبها ذلك هذه الإجراءات الاحترازية في القطاع الخاص تبعات الأمور لاحقا؟ طبعا ما في شك، بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن نتكلم إحنا حقيقة على القطاع الخاص، يمكن النظرة للقطاع الخاص مع رؤية المملكة أصبح مختلفة تماما، وهذا يمكن اللي إحنا شاهدناه من خلال الدعم الكبير اللي قدمته السعودية في أثناء الجائحة. يعني نتحدث على حوالي 50 مليار قدمت من البنك السعودي المركزي، 70 مليار أيضا من وزارة المالية، 60% من الرواتب تحملتها الدولة في ساند حتى يعني تحمي المواطن السعودي من أنه يفقد عمله، وبالتالي جنبتنا حقيقة كارثة أن يكون عندنا تضخم كبير جدا في مسألة البطالة الموجودة. كل هذه الإجراءات اللي اتخذتها السعودية في فترة خلينا نقول في بدايات الجائحة كالهدف الأساسي منها، أو هو مؤشر الحقيقة يعكس مدى أهمية القطاع الخاص بالنسبة للتوجه العام في الرؤية، أيضا مدى أهمية القطاع الخاص اليوم عندنا في كيف أنه نصل بهذا القطاع حتى يكون شريك في بناء الاقتصاد وازدهاره ويشارك في الناتج المحلي بما يعادل 65% في حدود 2030. 1,200,000 موظف سعودي استفادوا من هذه المبادرات الحكومية، لكن هل هو مفاجئ أم متوقع أنه في غضون 48 ساعة يصدر القرار بالدعم؟ لا لا أبدا، القطاع الخاص اليوم بشكل عام أصبح في غاية الأهمية. النظرة للقطاع الخاص، يعني اليوم الحكومة دعمها للقطاع الخاص ما يجي فقط لمجرد وجود الأزمة، لكن الحقيقة في أهداف أخرى. يمكن ذكرت أنت أنه نحمي التبعات. القطاع الخاص اليوم الحقيقة يعمل فيه كثير من الشباب والشابات السعوديين. القطاع الخاص الحقيقة يعني جاذب مهم للاستثمارات الأجنبية. القطاع الخاص المفترض أنه يكون اليوم شريك قوي للقطاع الحكومي، بالتزامن هم يكونوا الاثنين بشريكين في بناء
الناتج المحلي السعودي بحيث يكون بيشيلوا بعضهم، فبالتالي ما يمكن أن الدولة الحقيقة تترك القطاع الخاص يغرق في أثناء الأزمة، أو أنه نشاهد الحقيقة نسب البطالة ترتفع بخروج المواطنين السعوديين. لذلك هذا الدعم أمر طبيعي، وإحنا حقيقة المملكة حرصها الكبير في أنه يكون عندي الدعم، ليس فقط خلينا نقول فقط لحماية الاقتصاد، بينما أول شيء الإنسان أول، يمكن سيدي خادم الحرمين ذكر الإنسان أولا، وإحنا بنشاهده من خلال دعمها المباشر للمواطن، الدعم اللي حصل أيضا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، حتى أنه لأنه إحنا بنعرف أنه في مثل هذه الأزمات ومع توقف سلاسل الإمداد بيكون في أثر كبير الحقيقة على القوة الاستهلاكية، وبيكون أيضا عندنا أثر كبير على القوة الشرائية، بنشاهد نسبة التضخم بترتفع. كل هذه الأمور كان للدعم السعودي يعني أثر إيجابي في أنه ينعكس على أنه خلينا نقول عدم تفكك، أو خلينا نقول يعني يكون عندي كارثة في القطاع الخاص ربما تؤدي إلى أكثر مما إحنا نشاهد في دول العالم الآخر. يعني الدول اليوم كبيرة جدا في العالم، اقتصادات ضخمة واجهت مشاكل كبيرة، ارتفعت عندها نسب البطالة، القطاع الخاص عانى كثيرا، شركات ضخمة حقيقة أعلنت إفلاسها. الكلام هذا الحقيقة إحنا يمكن إحنا ما شاهدناه بشكل مباشر في القطاع الخاص السعودي. القطاع الخاص وجد دعم كبير، وبالتالي اليوم هل استفاد من هذا الدعم؟ لأنه الآن الداخلين إلى سوق العمل السعودي بحسب الوزير الراجح انه اكثر مما كان عليه قبل الجائحه. ما في شك، انت لو تلاحظ عدد الذين هم دخلوا للقطاع الخاص السعودي الحقيقه، خلينا ناخذ في الخمس سنوات، يعني كان عدد او نسبه السعوديين اللي هم في القطاع السعودي حوالي 16% من القوى العامله، اليوم احنا بنتحدث على حوالي 22.75%، وبالتالي هناك ارتفاع. نتكلم في الربع الاول، مقارنه الربع الاول من عام 2017 حتى الان، فاحنا عندنا حقيقه زياده في المقبلين او المنضمين للقطاع الخاص من المواطنين السعوديين. هذا أيضا مؤشر إيجابي عندنا أن القطاع الخاص بدأ يتحمل مسؤولية تجاه الاقتصاد، وبدأ القطاع الخاص يستوعب فكرة أنه هو شريك أساسي لبناء أو خلينا نقول استقطاب الاستثمارات، استقطاب المؤهلين من الشباب والشابات، بحيث أنهم يكونوا شريك أيضا في بناء الاقتصاد الوطني. هل أصبح جاذبا بالنسبة للشباب والفتيات القطاع الخاص؟ لأنه كان هناك تفضيل للقطاع الحكومي، الآن يبدو أن المعادلة انقلبت. أيوة، إحنا خلينا يعني خلينا نأخذ السؤال بشكل مختلف. ليه كان في هروب من القطاع الخاص في فترة من الفترات؟ أنا أقول إنه كان في يعني نظرتين مختلفة. أولاً كان القطاع الخاص ينظر للمواطن السعودي الحقيقة نظرة غير إيجابية، يعني بيقولوا إنه والله المواطن غير مؤهل، المواطن ما هو جاهز إنه هو يعمل ساعات عمل في القطاع الخاص جودة عالية. هذا الكلام كله اختفى، لأنه إحنا نعرف إنه المواطن اليوم يملك لله الحمد الحقيقة جودة عالية، تعليم يعني كبير، بل إنه أثبت جدارته وكفاءته يعني أفضل من غير السعوديين، وبيعملوا معهم الحقيقة جنب لجنب في النهاية لتبادل الخبرات. في الجهة المقابلة الفكر أو الثقافة الموجودة اليوم عند الشاب والشابة أيضا اختلفت، يعني كانوا بيتكلموا على الأمان الوظيفي كيعني منهج واحد في القطاع الحكومي، وهذا يعني الحكومة احنا بنعرف انه هي يعني خلينا نقول قطاع تقليدي، لكن اليوم انا عندي القطاع الخاص النظرة له لازم تكون مختلفة، التطوير والتهيئة والتدريب، ولذلك احنا بنشاهد كثير من المبادرات. يعني المبادرة اللي تطلقت في 2018 تخصيص الدولة، الهدف من اساسها انه عندي حوالي 16 قطاع من المفترض من القطاعات الحكومية أنه هي يعني تقدم الخدمات عن طريق القطاع الخاص. إذن هذا دافع كبير بيعكس أنه ترى القطاع الخاص مقبل على طفرة إن شاء الله تعالى، وبالتالي أصبح في ثقة للمواطن فيها. أيضا تحديد أجور السعوديين في القطاع الخاص اللي طلقتها وزارة الموارد البشرية ب4000، هذه النقطة، لأنه كان القطاع الخاص يختلق الأعذار والمسببات حتى يتهرب من توظيف السعوديين. صحيح. لكن هناك إجراءات حكومية في هذا الصدد. كل القوانين اليوم والتشريعات اللي بنشاهدها أصبحت ما يعني القطاع الخاص لم يعد مثل السابق ربما عنده حرية مطلقة في عملية التعامل مع الموظف، لا، اليوم كل شيء أصبح مثبت، حتى العقود الإلكترونية اللي احنا يمكن أطلقتها الموارد البشرية، العقد أصبح يحفظ حق العامل، أصبح يحفظ حق يعني أيضا المنشأ أو رب العمل. زي ما قلنا إنه حتى الحد الأدنى اليوم ما تقدر تأخذ في نطاقات يعني كعامل سعودي كامل إلا إذا كان أجره لا يقل عن 4000 ريال، أو يعني وهذا طبعا كله جاذب للشباب إنه هم يتجهوا للقطاع الخاص. بشكل عام أنا أعتقد إنه اليوم القطاع الخاص الحقيقة أيضا حتى في نقطة أيضا مهمة في القطاع الحكومي، حتى الكفاءة في القطاع الحكومي والإجراءات في القطاع الحكومي لم تعد سهلة في مسألة التوظيف، أصبحت أيضا بتبحث عن الجودة، وبالتالي أصبح في يعني الفروقات اللي كانت موجودة بين القطاع الحكومي والخاص
أيضا خلقت خلينا نقول توجه للشاب إلى القطاع الخاص، توجه آخر لمنصة العمل الحر باختصار أثرها مستقبلا. منصة العمل الحر هي ما هي جديدة، لكن اليوم إحنا يعني أصبحت مهمة، كثير من الكفاءات والمهارات والمعرفة الموجودة عند الشباب سواء كان العاطلين عن العمل أو حتى اللي عندهم وظائف اليوم ممكن من خلالهم أن يقدمونها. الفريلانسر حقيقة موجودة منذ يعني من فترة طويلة، اقتصاد مهم بيدعم الاقتصاد المحلي ما في شك. في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا في أثناء أزمة كورونا 2020 حوالي 59 مليون حقيقة كانوا يعملون في أبورك، منصة أبورك هي إحدى المنصات الكبرى، قدمت حوالي 1.3 تريليون للناتج المحلي الأمريكي. وبالتالي في المملكة إحنا اليوم عندنا منصتين تعتبر هي الأشهر. هل تعتقد أن جائحة كورونا ستعزز من نسبة استخدام هذه المنصة سواء لطالب العمل أو للمشغلين؟ ليس فقط أزمة كورونا، أزمة كورونا يعني أثبتت أنه إحنا جاهزين لأنه يكون عندنا عمل حر. البنية التحتية تطورت بشكل كبير، وزارة الاتصالات هيئة الاتصالات قدمت عمل كبير في مسألة أنه فعلا هيئة بنية تحتية نستطيع من خلالها أن نستخدم القوة الافتراضية من خلال الإنترنت وغيره حتى يكون عندي عمل نستطيع أن نقدمه للآخر. قربت المسافات، أصبح عندي اليوم المواطن يستطيع أنه هو يزيد من دخله، العاطل عن العمل أصبح يستطيع أنه يشارك، كل الحقيقة الأمور أصبحت مهيئة، فبالتالي حيكون في نسب أكبر للمشاركة من خلال أنا أعتقد منصات العمل الحر اللي حتنعكس إيجابا على الاقتصاد. شكرا جزيلا لك دكتور محمد مكني، عميد كلية الاقتصاد في جامعة الإمام، شكرا لحضورك ووقتك.